اول لما ربنا رزقكوا بقى بحمزه المولود الاول، اول حاجه عملها ايه؟ لا والله كان مبسوط جدا طبعا لانه حقق النادر اللي كان نادره. وانا عايزه اقول لحضرتك ان حمزه وهو عنده شهرين او ثلاثه كان عايز يصوره صوره، وهو طبعا هو مش هيصور حمزه صوره عاديه، فربطه بشارب او بشال كده من ظهره. وكان عندنا برواز كبير قوي في الانتريه، فعاملين له مسمار قوي يعني. قام نزل البرواز وعلقه على الحيطه وصوره وهو متعلق. في صوره تانية معايا انا جايباها على فكره، واحنا في باكستان كان حمزه تقريبا ما كملش سنه، مصوره هو شايله من رجله بالمقلوب كده. فهو كان بيحاول يخلي حمزه، او هو بيتعامل مع حمزه ده برضه ان هو بطل صاعقه، مش طفل يعني، بيزرع في ولاده مش طفل. اجي بقى انا اتحاسب عليه وهم صغيرين زي اي ام بقى، اجري يقول لي مالكيش دعوه انت يعني. حمزه بطل هيستحمل اللي بيتعمل فيه وهو طفل بقى مش فاهم اصلا يعني. والد الشهيد وحضرتك بتقولي كان دكتور وكان ملقب برضه بطبيب الغلبه، أثر فيه وكان يعني شخصيته ليها أثر على الشهيد المنسي. طبعا جدا بصراحة. الله يرحمه. كان قريب أصلا جدا من أحمد، فكل الشخص الصفات اللي في دكتور صابر الله يرحمه اتنقلت لأحمد كده. عارف سبحان الله، كنت دايما أقول زي عارف السفنجة اللي بتشرب مية. بالظبط. الوطنية بقى، حب البلد، حب الناس، الجانب الإنساني بقى الرهيب اللي بجد اللي انت بتحس ان انت بتقف قدام الناس دي تحس ان انت لا انت في يعني الناس دي اكيد انت مش زيهم.